ولا عندي خبرة بالسياسة، ما عندي خبرة مثلا ماذا فعلت إيران. في إعلام يبث مع إيران، إعلام يبث ضد إيران، إعلام مع المملكة، إعلام ضد المملكة، لكن بشكل عام المسلمون بشكل عام، أتكلم بشكل عام، أن هناك ضعف في توظيف المشتركات الإسلامية. المشتركات الإسلامية التي أشرت إليها في بداية المحاضرة يجب أن نتذكرها وأن نطالب الآخرين بها، حتى الأخوة الذين أنا أتفق مع الأخ أن نهتم بقضايا قد تكون مهمة لكنها من المشتركات. يعني لماذا نحن هكذا ننبش وهكذا؟ طبعا بعض الناس حمقى، بعض الناس ربما يعني لهم أهداف أخرى غير يعني إرادة غير رضا الله ورسوله. فراغ الأمة السنية من الداخل، أنا أتفق معها أن الأمة السنية من الداخل متشتتة، ولو لو انتهى الشيعة من على وجه الأرض لن اختلف السلفية والأشاعرة، ولو انتهى الأشاعرة من على وجه الأرض السلفية فرق. هذا الخصومة الداخلية الدائمة، هذا الصراع الأبدي الداخلي يجب أن يعني أن يتنبهه العقلاء وأن يعيدوا المشتركات الأولى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هي القطعيات الموجودة في القرآن الكريم وليس الجزئيات المفرقة.